السلام عليكم. غادي تكونوا كاملين شفتوا هذه الصورة اللي راجت مؤخرا بزاف في وسائل الإعلام العالمية، اللي هي ديال هذا الشخص اللي لابس التراخي واللي قتلوا الشخص الآخر اللي كتشوفوه في الصورة بثلاث رصاصات. هذا الشخص هذا اللي لابس التراخي هو براين تومسون، هذا هو الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر شركات التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية. كان ماشي لواحد الأوتيل باش غادي يعمل واحد المؤتمر مع المساهمين في الشركة والمدراء الجهويين باش يعطيهم الخطة التنفيذية اللي غادي يعتمدوها مع الشركة ديالهم. هذاك السيد اللي رداه قتيلا، ف كيقولوا شهوديا بانه كان ليله كامله وهو في ديك البلاصه كيتربص به حتى جاء لتما. طبيعه الحال شرطه نيويورك الان هذه 4 ايام وهي كتمشط الشوارع ديال نيويورك والاوتيلات والموتيلات اللي هما اوتيلات على الطريق باش يحاولوا يشبروه، وعملوا مكافأة ديال 10,000 دولار اللي عطى عليه معلومات، وهذه المعلومات تؤدي في الأخير إلى القبض عليه. في حين أنه بعد مرور 3 أيام الـ FBI عملت مكافأة أكبر 50,000 دولار كذلك الأشخاص أو الشخص اللي يعطي عليه معلومات اللي تؤدي للقبض عليه. الرصاصات اللي جبروها في الموقع ديال الجريمة مكتوب عليها 3 ديال الكلمات: delay, deny, depose. هذا خلى بزاف ديال الناس انهم بشكل او باخر كيتضامنوا مع هذا السيد اللي ارتكب هذه الجريمه. هذا ما كيعنيش باننا احنا مع العنف او لا، هذه هي الطريقه الصحيحه لتصفيه الحسابات، ولكن ننقل لكم الخبر كما هو. اذا كما قلنا الناس الامريكان تعاطفوا مع هذا السيد بشكل ما، ويعني اصبح كانه بطل قومي بسبب هذه الكلمات الثلاث اللي كانت مكتوبه على هذه الرصاصات. شنو كتعني هذه الكلمات؟ ديلي كتعني التاخير، ديناي كتعني الانكار، وديبوزيت كتعني اما اقاله، يعني ماشي استقاله ولكن اقاله، يعني كتحيد شي واحد من البلاصه ديالو. والجرائد الامريكيه كتبت على ان هذه الكلمات هذه كيوصفوا بها بزاف ديال الامريكيين الطريقه اللي كتعامل بها شركات التامين او المنهجيه المتبعه من اللي كيحتاجوها الناس اللي عاملين التامين. بمعنى ان الواحد كيعمل التأمين ديالو كيخلص الشهرية اللي مستحقة عليه كل شهر، ولكن ملي كيمرض وكيحتاج التأمين أنه يغطي المصارف العلاجية ولا الصحية ديالو، فالمنهجية هي أن شركات التأمين كتبدأ في الاول كتعمل ديلاي، يعني كتأخر البروسيس ولا الطريق باش تعطيه الابروفل ولا تعطيه الاوكي انه يعني يتعالج من داك المرض اللي عنده. يعني ديناي التاخير، ديلاي التاخير، وديناي هي الانكار، يعني انهم كينكروا عليه الحق ديالو ولا ديالها المواطنين الامريكيين في التامين الصحي، حتى كيجبر راسو الواحد يعني زاد في المرض القدام. وديبوزيت كما قلنا هي الاقاله، يعني بحال اللي نقولوا حيد ديك السيد من المكان ديالو. اذا على هكذا بزاف ديال الناس في التعاليق ديالهم كل واحد تقريبا بدا كيعاود المعاناه ديالو مع التامين الصحي في الولايات المتحده الامريكيه. وبعض الاحيان راه شفنا في اليوتيوب فيديوهات ديال الناس اللي كيخرجوهم باللبسه ديال الطبيب، مراضين فاتحين ولا يعني عندهم شي جرح ولا شي حاجه باقيين عيانين، وكيخرجوهم كيحطوهم في الباب ديال المستشفى وكيعيطوا لهم على التاكسي باش ياخذوهم، يعني يحيدهم من تماك من الباب ديال المستشفى. واللي زاد عصب الناس في الولايات المتحدة الأمريكية على هاد شركات التأمين هما أن المجتمعين اللي كانوا في ديك المؤتمر كملوا على الاجتماع ديالهم رغم أنهم عرفوا الخبر بأن السيد مات. يعني شوف معايا هنايا على قلة الإنسانية، وشوف معايا هنايا على الأهمية ديالك ولا ديال الناس اللي خدامين في الشركات، يعني شحال الاعتبار كيعملوا لك. مشيتي صافي الله يعاونك. كذلك في التعليقات كيقولوا الناس بانهم هناك اخبار على بعض شركات التامين، وحتى كاين اللي حط المقالات ولا الروابط ديال المقالات، شركات التامين اللي
يعني ما غاديش تبقى تغطي بعض الأدوية اللي مهمة خلال العمليات الجراحية، ومن بينها الدواء ديال التخدير إذا زاد على المدة ديالو المعترف بها. مثلا واحد العملية ديال يحيدوا لك المرارة ولا المسرنة الزايدة مثلا، اللي على حساب الأطباء والخبراء المدة ديالها ما كتج... المدة ديال التخدير ما كتجاوز نص ساعة، فإذا فاتت هذيك نص ساعة فالتأمين ما غاديش يغطي لك هذاك الدواء ديال التخدير اللي كيزيدوك. يعني أنت كتكون كاتم العملية وخصك الكارطة في هذه اليد والبين في اليد الآخر باش يكملوا لك العملية. المهم أنت اللي كتحمل المصاريف ديال الزيادة ديال التخدير فوق نص ساعة. فتخيل معايا طبعا الحال كتوقع بزاف ديال المرات، كنشوفوا بزاف المرات كذلك في اليوتيوب ولا في التيك توك بعض العمليات اللي كتوصل حتى 22 ساعة. انت تخيل معايا بان هذه العملية ديال المرارة ولا المسرنة الزايدة من ساعة ونص، يعني ساعة زايدة. فالطبيب شنو خصو يدير؟ واش خصو يوقف ويتواصل ويصرف الدوسي ديالك لشركات التأمين؟ خصو يقلب على الأهل والعائلة ديالك باش يخلصوا هذيك المدة اللي زايدة ديال التخدير، أو من بعد يصردوا لك فاكتورة ويبقاو تابعينك فيها؟ عارف في الولايات المتحدة الديون يعني قضائية راه كيبقى متابع عليها، وحتى في دول أخرى يعني الواحد يخرج من عملية يخرج يخدم باش يكمل الخلاص ديال العملية. وهذا ماشي شي دواء يعني اللي ما عندوش أهمية، مثلا باستية ديال الراس ولا مثلا ديال الفتنس ولا مكملات غذائية ولا، يعني هذه مسألة اللي مصيرية اللي فيها حياة أو موت بطبيعة الحال. فالناس كيكتبوا بزاف على هاد الأمور هذه اللي الآن بدات كتنهجها شركات التأمين اللي كيبغيو غير يتخلصوا، ولكن ملي كتجي النهار ولا ملي كتجي الساعة ديال الصح اللي كتوقف عليهم فكيبقاو يعملوا لك خاوية في عمرة باش ما يخلصولكش ولا ما يغطيوش العمليات ولا العلاج اللي كتحتاجه. المهم عالم آخر ديال شركات التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وزيد على ذلك الآن حتى الأطباء المتخصصين ولا الممرضين اللي كانوا كيدرسوا الملف ولا الحالة الطبية ديالك باش من بعد يوافقوا على التأمين الصحي باش يغطي لك العلاج ديالك ولا شي عملية جراحية، فشركات التأمين الآن غادي تستغني عليهم على حساب الأخبار اللي كاين في الميريكان، وغادي تعوضهم بالاي اي، يعني غادي تعوضهم بالذكاء الاصطناعي اللي يعني اورديناتور ولا حاسوب هو اللي غادي يقرر واش انت الحالة ديالك يعني خاصة التأمين الصحي ولا يرفضوا لك الطلب ديالك. بطبيعة الحال الاي اي بزاف ديال الناس كيسحب لهم راه كيفكر بوحدو. الاي اي كامل المعلومات اللي كتدخل فيه هي من خلال التجربة، ويمكن لك تزيد تضيف داك التجربة. مثلا انت لو كنت كتستعمل الاي اي في التليفون ديالك فراه كيعرف عليك من خلال داكشي اللي كتعاود له عليك، ولا من خلال الاسئلة اللي كتعمل له كيعرف انت شمن توجه عندك وشنو هي الهوايات ديالك وحتى الدين ديالك والافراد العائلة ديالك على حساب اللي كتقول له انت. يعني الاي اي غادي يدخلوا فيه واحد المقاييس ولا واحد الاعتبارات اللي بطبيعة الحال غادي تصب في صالح ديال شركة التأمين، وغادي يكونوا يعني كيتجهوا للمصلحة المادية قبل المصلحة الشخصية ديال المريض. فهذا الشيء هذا هو اللي خلى تعليق يعني تقريبا 91% منها كتصب في اتجاه ديال انهم كيجعلوا هذا الشخص هذا اللي هو قاتل. وكما قلت احنا لا نشجع العنف ولا يعني ماشي كحل لاي امر كان، ولكن خلوهم يشوفوه كانه بطل قومي، والان مازال البحث جاري عليه من طرف الشرطه والاف بي اي. حتى هنا نكون وصلت لاخر ديال الفيديو ديالي، شكرا بزاف على حسن المتابعه كما دائما، والى فيديو قادم.